السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه طبخ الليله. ان شاء الله اليوم كيف ما باين في العنوان ما غاديش نقدم لكم وصفه، وانما غادي نقدم لكم بعض المنتوجات اللي وصلتني من موقع باغود والناتجه على شراكه بيني وبينهم. وقبل من نوريكم هذه المنتوجات اللي وصلتني، بغيت نعاود لكم واحد القصه. هو انني قبل يعني في اواخر 2015 كانوا يوصلوني مساجات من باغود.سي ان، وهاد بانكود هذاك السي ان هي اللي كانت شوشاتني. يعني كنت خايفه يكون شي حد باغي يبيراتي لي القناه، وكنت دائما كنمشي كنمسح هذوك الرسائل حيت كانوا كيمشيوني في السبام. المهم من بعد ما شفت الاخوات بزاف يعني يحطوا فيديوهات ديال هاد المنتوجات اللي وصلاتهم، بديت الشك يدخلني ان راه هذوك الرسائل اللي كانوا كيوصلوني راه بصح صحيحه. المهم مشيت لجوجل، درت banggood.cn وهي تعطيني banggood.com، يعني نفسها. هذيك السي ان كتعني تشاينا. صافي، من تما تاكدت انها راه العنوان صحيح. مشيت جاوبتهم على الرساله اللي صيفطوا ليا، عطيتهم موافقه بانني موافقه على هذا الكولابوراسيون بيناتنا. صافي، هي هذيك. وانا اصلا كانوا كيعجبوني بعض المنتوجات، كانوا كيعجبوني بزاف بالاخص ديال الكوزينه. كنت كندخل بزاف المواقع الصينيه وكانوا كيعجبوني، لا من ناحيه الشكل ديالهم في الصوره او لا من ناحيه الثمن ديالهم. وكنت ديما مضربه مع راجلي تنقول ليه دير لي لا كارت انترناسيونال، ديرها ليا. والو ما بغاش، يقول لي راه درب عمر فيها كل شيء. المهم جات الفرصه. كيف صبعي ذكرت انني صيفطت لهم الموافقه ديالي، وهما عطاوني واحد القدر مالي عباره بحال مثلا عاصمه الشراء كتختار بها نتوما، كتختاروا بها المنتوجات اللي بغيتو. كاين ملابس، كاين ادوات المطبخ، كاين بزاف يعني كاين بزاف الحوايج اللي غادي يعجبوكم. ممكن نتوما زوروا سيروا البانغود وغادي تشوفوا شنو فيه. صافي هكاك عطاوني واحد الرابط اللي هذا الرابط خاصني ندخل ليه حيت هو اللي فيه المنتوجات اللي كتوصل للمغرب. ضغطت عليه، اختاريت المنتوجات اللي عجبوني. صافي صيفطت لهم الروابط ديال هذوك المنتوجات اللي عجبوني. ولكن اللي عجبني في هاد بانغود يعني بالنسبه للشراكه هو انهم تيقولوا لك هاك لوح لينا الفيديو صافي، ماشي تيقولوا لك شكر لينا المنتوج او شهرو ولا شي حاجه، لا بالعكس تيقولوا لك لوح لينا الفيديو صافي، ما تيقولوش شي حاجه اخرى. حيت دابا بامكانك مثلا شي حاجه ما عجباتكش ما غاديش تقدر تقول ما عجباتنيش، ولكن هادو ما تيقولوش لكم شكروها لينا. صافي من بعد 22 نهار 22 اختاريت المنتوجات ديالي. نهار 24 دازو في تريتمون كلشي، دازو صيفطوهم لينا للمغرب. وصلوا بالضبط نهار 3 في شهر 3 فين وصلوا للمغرب. كيف كتشوفوا معايا دازت في الديوانه، مقبول بدون رسوم جمركيه، وكيجيو مغلفين بهذا الورق هذا اللي باش تحميهم باش ما يتهرسوا. دابا بقات لينا هي اننا نشوف واش داكشي اللي كاين نيت في الصور واش هما اللي وصلوني ولا لا. غادي نبداو على بركه الله. دابا غادي نبداو باول منتوج اللي هو عباره عن هاد الطوابع هادو. كيعطيونا بزاف الاشكال، كاين قلوبه، كاين مربعات، كاين دوائر. انا اختاريت هاد الشكل ديال الورده صراحه. كيف شفتو في الصوره كيف وصلوني، فيهم 1 2 3 4 5 ديال الطوابع من الصغير حتى الكبير. هادو عجبوني هاد الطوابع. ثاني منتوج اللي هو هذا المول ديال السيليكون اللي كان بان ليا في التصويره بان ليا كبير بزاف، ولكن هو صغير. شوف كيفاش قداش يعني الحجم ديال الكف، ولكن كيصلح ماشي مشكل. واخا صغير كيصلح، حيت ممكن ندير فيه عجينه السكر وممكن ندير فيه عجينه اللوز. غير هو وصلني جوج لوحدين، انا دومونديت غير واحد وصلني جوج، ماشي مشكل، زياده الخير بركه. وصلوني هاد جوج الطوابع هادو اللي الاشكال ديالهم مختلفه. غادي نوريكم كيفاش. هذا هو الطابع هكا، وكتخشي فيه كيوصلوك معاهم 6 ديال الاشكال مختلفه على شكل ورود. هذا ممكن تطبعوا به حلو داك معمول او شي صابلي.
ونفس الشكل غير هو ديال الدراري الصغار، يعني فيه دبدوبات، فيه قلوبه كيف كتشوفوا، حتى هو 6 مختلفين. بنفس الطريقه كناخذوا هادو وكنخشيوهم هنا. هاد المول هذا ديال الكيكه، اول حاجه وحيده اللي غادي ننصحكم بها هي انكم تردوا البال مزيان للاحجام، هو هما ما تيكذبوش صراحه، ما غاديش يكذبوا حيت كاتبين الحجم ديالو في التحت ديال، خاصكم تهبطوا من تحت الصوره بزاف كتلقاو الحجم ديالو. انا ما رديتش البال، انا غير اختاريت بلا ما نشوف الحجم، ولكن حتى هما زوينين حيت كان عليا ناخذ منهم شي 5 تقريبا، كانوا غادي يكونوا احسن. انا خديت غير واحد. هاد المول هذا كيتحل بحال هكا. هاد السخانه هذه اللي تتكون من جوج طوابع هكا، هذه حتى هي عجباتني، هذه زوينه صراحه، والحجم ديالها كبير ماشي صغيره. المهم الا بغيتوا الاثمنه ديال هاد الشيء غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، غادي تلقاو الروابط ديال جميع الاثمنه. وما ننساش نقول لكم انه كل ما كثرت الضغط على هذوك الروابط تتكون شراكه لوحده اخرى، هذا هو اللي كنستافدوا منه، انه يعني ماشي تيعطيونا فلوس ولا شي حاجه كنتخلصوا من وراء هذا الاشهار ديالهم، بالعكس غير هذا الشيء اللي كنستافدوا، يعني كل ما ضغطتوا بزاف على الروابط كل ما عطاونا شراكه وحده اخرى. المهم غندوزوا لهاد المنتوج هذا اللي هو مول ديال السيليكون ديال الشوكولات اللي على شكل قلب، هذا حتى هو عجبني، هذا زوين، غير هو كنصيحه بلا ما تدخلوه الفران حيت السيليكون ديالو يعني ما غليتش بزاف، من الاحسن هذا يكون غير ديال الثلاجه. غادي ندوزو لهذا المنتوج هذا اللي ما اختاريتوش انا، انا وصلني هذا ديال القطبان، كيوصلوا معاهم هاد القطبان هادو ديال العود، غنوريكم كيفاش كيتخدم. كتخشيو القطبان ديالكم بحال هكا، من بعد ما تكونوا معمرينها باللحم، طريفات قطع ديال اللحم تكون صافي، المهم كتعمروهم بحال هكا بالعود، وكتاخذوا موس وكتبداو تقطعوا، يعني كيتجيو مربعات متساويه. هذا هو الشكل ديالها كيف كتوصل. هذا المنتوج هذا اللي حتى هو ما اختاريتوش، يمكن غلطوا صيفطوه ليا. هذا ديال باش كديروا ورق العنب او الملفوف الا بغيتوا ديروه بهذا الشكل، يعني على شكل سيجار. غادي نوريكم الشكل ديالو. هذا بقى ما عرفتش المنتوج كيفاش يتستعمل صراحه، ما عرفتش كيفاش، المهم بحال هكا كيجي على هذا الشكل. هاد الشبكه هذه اللي كديروها في، يا اما كنتو مثلا كطيبوا الروز مثلا وخاصو يدار فيه التوابل اللي خاصها تحيد من بعد، كتعمروها هكا وكتسدوها، او مثلا بغيتو طيبوا شويه اللويزه لولادكم ولا شي حاجه، كديروا شويه اللويزه هنا وتسدوا عليها وديروها في البريق، من بعد غير كتهزوا يعني بلا ما تصفيو. هذه حتى هي زوينه. هاد السباتيل هادو ديال باش كنسرحوا الكريمه ولا شي حاجه بحال هكا، 3 ديال الماس زوينين هادو، عاجبيني بشحال هادي، وكنت باغا ناخذهم من هنا، كاينين موجودين هنا ولكن كنت كنلقى احجام كبيره، وانا بغيتهم بهذا الحجم تماما، هادو زوينين. هادو هاد الموس هذا اللي كيقطع مثلا تشرب به خيزو، تشرب به بطاطا، كيف كتشوفوا فيه بزاف ديال الماس بالاشكال مختلفه، ها هو وزوين هذا يعني طعيل. وهاد الطوابع هادو اللي ما عرفتش شحال فيهم بالضبط، المهم فيهم لي زالفابي وفيهم الارقام كيف كتشوفوا معايا، زوينين ولكن كنت متخيلهم كبر من هكا على قبل الصابلي، ولكن حتى هكا ماشي مشكل، ماشي صغار بزاف. خديت هذا ديال ليغو، هذا هو زوين ديال السيليكون، ان شاء الله غادي نقدم لكم به شي وصفه.
كبير ماشي صغير كيف كتشوفوا. هاد الطوابع هادو فيهم احجام متغيره، هادو زوينين هاد الشكوله كيف كتشوفوا، فيها اشكال مختلفه. هاد البراد هذا قال لي راشدي اختاري شي تذكار ديال الشينوا، حيت عندهم هاد البراد بحال هكا تيكونوا زوينين، فيه بحال هكا في هاد الشبكه الصفايه وكبير، في اترونس هذا صراحه زوين بزاف، غير خصو ما يصديش وصافي. دابا في لوازم المطبخ بقى ليا غير هاد الجوج، غادي نشوفهم مع بعضياتنا. هادي ديال الشوكولاط كديروا فيها الشوكولاط الذايب، فيها الطوابع، فيها ثلاثه ديال الاشكال، فهاد الشكل وهاد الشكل وهذا، ثلاثه ديال الاشكال. هادي ديال السيليكون فيها الخطا ديالها، بحال مثلا تتركبوا هادي هكا وكتسدوها وكتعصروا بحال هكا كتزوقوا كيكه او الحلوى ديالنا بالشوكولاط كيف كتشوفوا. هادي زوينه بزاف عجباتني. وهذه كديكور، او ممكن نستغلوها في الفواكه اللي كنقطعوهم طريفات صغار. كيف تشوفوا بحال هكا بحال الشوكات كتهزوا بهم الديسير. خديت هاد الليد هذا خاص بالكاميرا، ومعه هاد الفلتر، كاين هذا في الليموني وهذا في الغوز وكاين هذا في البيض، خديتهم باش نحسن من الجوده ديال التصوير فاش نبدا نصور لكم فيديوهات. ومع هاد الباتري هذا او بلاصه ديال الحجر. عندي كذلك هاد كارت ميموار، هادي فيها 64 جيجا، هادي فيها سرعه ممتازه حيت صغيره، غادي نديرها في هاد باش تخشى باش تجي عند لاباري ديالي. خديت هاد ميكرو كرافات، غادي نوريكم الشكل ديالو باش الصوت يتحسن. كيركب بحال هكا، تيركب هنا، الطول ديالو طويل صافي. هادو هما اللي خاصين بالكاميرا ديالي. غادي ندوز دابا للدوش. عندي هاد الشيتة هادي ديال الظهر، كيديروا فيها الصابون كتحكي بها ظهرك، فيها هاد الجهة حرشة بحال هكا، وفيها هاد الشيتة لاصقة دابا بلا ما نحيدها، موم طويلة. خديت كذلك هادي هنا كيدار فيها دونتيفيس هنا وكتعصر هي فين كتخبي. المهم هاد الشيء كله غادي تلقاو التصاور ديالهم كيف حاطينهم هما في الموقع ديالهم. هادي بحال هكا وفيها هاد السكوتش باش كتلصق في الحيط، وحده هنا وحده ديال هادي. عندي كذلك هاد الرشاشه هادي اللي كيتغير اللون ديال الماء ديالها، اللون ديالها كل ما كان الماء بحال مثلا الا كان بارد كتعطي اللون الزرق، كان سخون كتعطي اللون احمر، كان دافي كيعطي اللون ليموني. راه الحجم ديالها كبير ماشي صغيره، وصراحه زوينه بزاف، كتحل من هنا وكتركب في بلاصه الرشاشه. خديت هاد الماسك هذا ديال البوانوار، كيحيد النقط السوداء كيف كتشوفوا. هذا غير بغيت حب استطلاع وصافي، بغيت غير نجربه. هذا هو الماسك الاسود اللي كي مهم زوين. هذا شفت بزاف الاخوات عندهم يوتيوب دايرينو وكيقولوا لي انه زوين، وهذا عجبني لبنتي وخديته ديال الشعر، باندا ديال الشعر زوينه هذه عجبتني. صافي هادو هما المنتوجات اللي خديت، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف عليكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. بالسلام عليكم.